next top player? No, like this. Can you tell me what happened on Sidi Bouzid on 17th of December of 2010? واحد عنده شريول يخدم يبيع في الخضرة والغلة محمد بوعزيزي يبيع في الخضرة والغلة قلقوه جماعة البلدية برشا لا مرة لا اثنين مرة يفكولوا كروسة مرة يزول الميزان كل مرة حاجة مسكين مال ينكم القهر ومن الواحد مشى قدام الولاية حاب يقابل السلطة لا من حاب يسمعه دارت به الدنيا نصب على روحه ليسانس شعره من وقتها حتى من المواطنين معناها تفاعلت معاه فهمت من وقتها بدت